FM. الكلمة ليك. أحكيوا على مقترح لإجراء تدقيق للدين العمومي، قانون لإجراء تدقيق كلي لوضعية الدين العمومي منذ سنة 86. لأكثر تفاصيل حول المقترح هذا معنا السيد فتحي الشامخي، نائب عن جبهة الشعبية. مرحبا بك، صباح الخير. صباح الخير وشكرا على الدعوة وشكرا على إثارة هالموضوع المهم. سيدي مرحبا، نحكيوا على موضوع بالحق مهم ومشروع قانون تم تقريبا إرساله للمجلس نواب الشعب في 2016 حسب التقريب. نعم. وقعد في الدراسة إلى حد الآن، معناتها ما تمش تمريره في تقول أنت للنقاش على مستوى عام. لماذا؟ سؤالك في محله وسؤال مهم. القانون هذا تقدم المجلس في جوان 2016، وإحنا ما شاء الله وقاعدين نقتربه من جوان 2018، معناها تقريبا عامين. الموضوع اللي يهم المقترح المبادرة التشريعية هو الديون. كما سيادتك تعرف اللي الموضوع هذا قاعد يتفاقم، واليوم على الناس كل تحكي على الموضوع هذا وتقول اللي فما مشكل إلى آخره. علاش هو المجلس يعني هو استوفى الشروط وتقدم للمكتب المجلس، والمكتب المجلس أحاله على لجنة المالية. وهو دونك توا عنده أكثر من عام ونص عند لجنة المالية، ويعني يبدو معناتها عند زميلكم منجي رحوي، معناتها رئيس اللجنة. أي صحيح بالضبط. أي شنو قالك زميلك منجي رحوي معناتها على المقترح هذا؟ أيوة مطلع. مطلع بيه. أي بكده الوغ زميلي منجي الرحوي والله في مناسبتين يقول لي ها هو معناها الجمعة الجاية ولا قريب يعني نحيلوه. هو شنو ما يطلبش برشا وقت، الحجم نتاعه والوقت اللي يطلبه يمكن جلسة يوم ولا اثنين نتاع اللجنة المالية تبت فيه وتقدم تقريرها للمكتب، وينجم في صبحية في جلسة عامة يتحسم أمره. لكن كان تسمح هو موضوعه كما قلت ذكرت به انت الديون بتاع تونس، ملف يعني محاط بسرية كبيرة. بسرية فيش مش في نسمعه كل مرة ها مش ناخده قرض كذا ومش ناخده كذا. يعني الحاجة الوحيدة اللي نعرفها هو انه مش ناخده كذا مبلغ فلوس، اما لواش وكيفاش وعلش هذا السؤال. كان مثال بسيط، انا عضو في اللجنه الماليه، توا عندنا زوز قروض من الكويت ومن السعوديه، قالوا مش نبنيو سبيطارات ونجدوا سبيطارات. حاجه هايله ياسر، واحد ما ينجمش يقول لا، معناها والله حاجه ممتازه. انا بكل بساطه طلبت، قلت معناها طلبت معناها من اللجنه انه نتكلموا وزير الصحه يجي يقدم لنا هالمشاريع هذوما، خلينا نطلعوا سبيطار شنو حجمه موجود الى اخره. وشنو اللي اتضح انه ما فما حد شيء، ما فماش يعني فلوس لمشاريع وهميه نجم نقولوا ماشي البقعه اخرى. هذا والله حتى ياتي ما يخالف ذلك. مشاريع وهميه انت تجيني تقول لي اعطيني سلفني مليار ولا سلفني 100 مليار راني مش نعمل معمل كبير. لكن من بعد معناها اذا كان انا ما عنديش امكانيه باش نثبت هات وريني اش عملت به. سي فتحي نحكيو على ديون متخلده تم الاتفاق عليها خارج ميزانيه الدوله. يعطيك الصح، هذا المشكل. هو توا اللي معناها التوانسه الكل يعرفوه والنواب يعرفوه، واللي ما يعرفوش النواب والبقيه التوانسه هو انه اليوم تونس ولات تتسلف اكثر، معناها أضعاف وأضعاف خارج يعني الأنظار نجم نقوله خارج المجلس. خاطر هو كل قرض يمشي قانون باسم الشعب التونسي، يعني ماهوش الوزير المالية ولا محافظ البنك المركزي ولا أي كان اللي اقترض. اللي اقترض هو الشعب التونسي. كل قرض يمشي يبدأ باسم الشعب التونسي، وبطبيعة الحال شكون عنده الصفة باش يصحح يعني ويوافق مجلس النواب. دونك مثلا نعطيك مثال، الارقام الجديده مش متوفره. في 2016 تقريبا نصف
حجم الميزانية متاع البلاد وقع اقتراضه خارج الأطر هذه المراقبة والمسائلة ما يسمى القروض قصيرة المدة. هذه واحد وقت اللي مثلا مغصور يخرج يقول له بربي عندي مثلا صفقة جاية، عندي شرية جاية، عندي كذا، يخرج يقترض. الدولة تقترض في القروض القصيرة المدة اللي هي غالية واللي هي كيما كاين كي الترمومتر كي درجه الحراره نتاع البدن. يعني واحد وقت اللي الدوله تبالغ في اللجوء للقروض الصغيره يعني راهي مخنوقه. وهي اليوم ماك تعرف معناها المخزون نتاع العمله اهبط المستوى متدني جدا. يعني اللي متوفر اليوم هو 11 مليار دينار من العمله. هذايا معناها هذا اللي خلينا عاجزين باش ندفع الديون نتاعنا للخارجي. احنا ما حبيناش معناها نواجه المشكله من اصلها باش نجموا نواجهوها بطريقه كما نقولوا بدم بارد وبحسابات وبرمجه خلينا رواحنا مغمضين عينينا. عملنا انفيت سياسه النعامه، بلغنا عملنا سياسه هروب الامام اكثر. تعرف في 7 سنين اقترضنا الدوبل ضعف اللي اقترضناه مدة 60 سنة. معناها في 7 سنين اقترضنا 56 مليار دينار. بي سيفتحي سيفتحي علاش عنا مشكلة متاع اوديتوفوبي؟ خلي مصطلح جديد قلته اوديتوفوبي معناته مشكل الخوف من التدقيق المالي. من يخاف التدقيق المالي في تونس اليوم؟ مو الدولة مو الفلوس في حد ذاتها. يعني سامحني في الكلمة بليدة برشا. الفلوس تطلب يعني التدقيق والمحاسبة معناها التراسابيليتي اتسيتيرا. وإحنا نحكيه على كان ناخذوا بالمليمات، نحكيه على آلاف وعشرات الآلاف من المليارات اللي تدخل وتخرج. هاني ناخذوا فلوس اتسيتيرا. يعني التدقيق شو معناها؟ هو انه باهي شكون خذا الفلوس، شكون صحح، وين مشات الفلوس، وريني بالضبط شو عملت بها، قداش استعملت اتسيتيرا. هذايا ينجم يكون اكبر ملف فساد مالي في تاريخ تونس. باهي في القانون هذا يا سيد المقترح معناتها انتم اقترحتوه، يعني تدقيق كيفاش باش يصير؟ معناتها بلجنه مستقله، بهيئه مستقله للتدقيق، من الاطراف اللي فيها، كيفاش يتم التدقيق، المرحله الزمنيه، هذه كله كيفاش معناتها المحتوى؟ هو ولا لجنه مستقله بطبيعه الحال، اما مش مستقله يعني تجي من الخارج ولا من خارج الدوله، هي لجنه نجم نقولوا مختلطة تضم شخصيات بارزة في الدولة كما مثلا من يمثل دائرة المحاسبات ويضم حتى ممكن أن يكونوا شخصيات مرموقة معروفة على المستوى العالمي في قدرتها ولا في تجربتها في إجراء التدقيق. لجنة هذه تتكون يعني يكونها البرلمان بمقتضاها المشروع القانون هذايا، وتبدأ في أشغالها تاخذ سلطات كاملة وتجبد الدوسيات متاع القروض الكل. بطبيعة هما معناها مئات أكيد الملفات. دونك هي بالخبرة متاعها مش تعرف أن هما الدوسيات اللي تسبقهم، وتبدأ البحث فيهم معناها بالمجهر وتمر العمل متاعها. ينجم يطلب عدة أشهر، ومن بعد هي مطالبة باش تقدم تقارير للمجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس الدولة. الهدف هو أنه في نهاية عملها تكون فحصت، ما تنجمش تفحص الديون الكل الدوسيات الكل، تكون فحصت عدد كبير وتقدم تقرير وتقول له وتقول للحكومة وتقول للبرلمان راو اتضح لنا اللي في المئة دوسي اللي شفناهم راو فما 20 دوسي لقيناهم مرهم رجلة، الفلوس تخذات ولقينا في الشيء اللي تعمل فيه وكذا، وراو فما 80 دوسي آخر مثلا 80 قرض، هذوما كلهم مخالفين القانون، فيهم فساد كبير، فيهم كذا، وهاو المسؤولين عليهم وهاو كذا وهاو كذا. ولكن سديد النظر القرار يرجع المجلس النواب ويرجع للحكومة باش تاخذ القرار تقول تياه لهنا في القرض هذايا راو فما تواطؤ واضح مع اللي سلف واللي تسلف ضد شكون،
ضدك لمصحح قالك الشعب التونسي اللي خذات. وفي الحالة هذه الدولة أولا فما جانب أول أنه معناها صلت الحقيقة وتعرف بالضبط يعني الوضعية كما هي. فما أهداف أخرى، هو مش فقط أنك تدقق في الديون وانتهى الأمر، بالعكس إحنا مش نواصلوا نداينه يعني، وفي المستقبل من تسول له نفسه باش هكا ولا هكا يعني ردع هنا يا بالضبط ردع. ثم إحنا نحب نبني دولة يعني قائمة على الحوكمة كما يقولوا الشفافية والمحاسبة. دونك أفضل مدخل للشيء هذايا هو أنه ناخذ يعني الملف الكبير متاع الفلوس اللي هو الديون. سي فتحي الإكواتور واليونان ما طبقوا شيء هذا تقريبا. ألوغ بالنسبة للمختلفين هما ما زوز طرحوا بحدة المشاكل. بالنسبة للإكواتور الرئيس وقعت انتخابات رئاسية وأحد المترشحين للرئاسة اللي كانوا وزير مالية سابق في الوعود الانتخابية متاعه قال معناها أنا نوعدكم أنه نعملوا تدقيق في الديون إلى آخره. وهذا الشيء عمل كوريا رافائيل كوريا عمل تدقيق دام تقريبا 14 شهر، واتضح له اللي في التقرير فما يعني تجاوزات كبيرة، وهو اللي خذ المبادرة. يعني المبادرة جت من رئيس إرادة سياسية من رئيس الجمهورية وقت يعطيك صحة. وفي النهاية التحصيل الأخير هو أنه في الحكاية الإكواتور ربحت برشا فلوس يعني تخلطت من الديون القديمة الكل كما نقولوا في سوق الخردة في المارشي سيكوندير. قال باهي تعرفوش كيفاش هاو عنا احنا لمينا ما قيمته كذا، هذوما الناس هذوما راو ديونهم معناها سبابا انا او نعطيكم 20% من قيمتهم، تحبوا ترضاو خذوا سينو السلام عليكم. وهذا اللي تم في الاخر يعني، وتخلصت بالعملية هذه رافائيل كوريا معناها فرهد شوية البلاد. بالنسبة لليونان رئيسة البرلمان معناها أنشأت لجنة تحقيق متاع الديون، تدقيق ديون، وخدمة اللجنة هذه وأنا شخصيا معناها كان لي شرف أنه استدعاوني شاركت فيها بصفة شرفية في وقدمت أنهات أشغالها اللجنة هذه، وقدمت تقرير مهم جدا وورات فيه معناها خروقات كثيرة. لكن اللي تبع الوضع في اليونان يعرف اللي في نهاية الأمر كان الضغط متاع المفوضية الأوروبية وبعض الدول خاصة ألمانيا سكروا الملف هذا باش تمشيش الأمور أبعد من هذا من هكا يعني، وقع الصد. وهون كي يقولوا صد نفهموا الصد في تونس جوستومون أنا عملت ترانزيشن بها لتونس. يعني الصد الداخلي في تونس القانون هذا ومشروع القانون هذايا، انت قلت في تصريح ليك انه الأغلبية النواب مع القانون لكن كتلة حركة النهضة هي ضد القانون. الشيء اللي ذكرت به صحيح بالضبط. انا وقت اللي درت بالمشروع هذايا والله بصراحة تفاجأت. كانت عندي فكرة مسبقة أنه مش نلقى معناها التقسيم السياسي العادي المعارضة والأغلبية الحاكمة. تفاجأت أنه ما فماش نايب مديت له بسرعة الموضوع وقلت له تدقيق في الديون. يقول لي أوكي هذا ما فيش لعب. دونك بسرعة تقريبا في نهار ولا في نهارين لميت 73 إمضاء. هو الشرط أنه يكون فما 10 إمضاءات 73. بون إحقاقا للحق اتصلت برئيس كتلة النهضة قلت له ولا هاو فما أنا مقدم مشروع قانون، اطلع عليه أنت الكتلة متاعك وماذا بينا تسري بيان مصلحة البلاد كان توافقوا عليه تو معناها كيكا يولي عنده حظوظ كبير. للأسف الشديد يعني الجواب بعد كان بالرفض. شنو التعليل الأسباب؟ ما فماش تعليل هكا مع انت رافض هكا هاو بغير رافض بدون شرح الاسباب تقول انت اما انت مع انت طالبت بالتدقيق من 86 حتى كشي 2018 مع انت فريما مش برشا برشا حقبات تاريخية معناتها مهمة في تونس سورتو بعد 2011.
شوف جوستمون سيرتو وانا متفق معك تماما، احنا قبل كنا نتشكاو من مشكلة الديون في عهد النظام السابق، الان وليت قلت لك انا 56 مليار دينار دوبل اللي اقترضناه في 60 سنة، برشا فلوس دخلت وما حسيناهمش. وين مشات الفلوس هذه؟ تونس حائرين، هما يقولوا مشات باش تغذي الأجور وتغذي، هذا كله كلام فارغ بطبيعة الحال، خاطر وقت اللي تسلفنا 56 مليار رجعنا ديون قديمة 42 مليار، يعني أكثر من 75% من الفلوس اللي خذيناها وفيت ما خذيناهاش. باسي فتح فما رقم نحبك تعلق لي عليه باش نختم به، منضرب الحاجة عليه قال فما 2000 مليار مشاو تعويضات لمخالطين النهضة، شنو رايك؟ والله معناها 100% راهو فما، احنا نعرفوا الملف نتاع التعويض هذاك على المشاكل اللي وقعت في عهد السابق، اما اون فونتازم برشا مادام ما تنشرتش الارقام الحقيقيه، اما بالتاكيد فما برشا فلوس تعطات، يعني هو ملف شائك ديجا، معناتها ماهوش باين للناس الكل، معناتها قاعدين نحكيو عليه ملف هذايا اللي هو كانه معناتها يتم التعتيم عليه. شوف فما حاجه ديما هكا في الدوله هذه، كل ما يتعلق بالفلوس يتم التعتيم عليه. واحنا هي جوهر الحكايات، جوهر المواضيع الكل هو الفلوس. اليوم تونس يعني في حاجه برشا الفلوس، والوضعية راي معناها للأسف واحد يتكلم هكا على الصباح، أما الوضعية خطيرة برشا، يعني الدولة فقيرة، تفقرت الدولة يعني، ونشوف وانا جوست باش نتشيروا برا، انا دخلت لقبار تسليمين باش ناخد التصاريح على الشهرية على الدخل، يا اخي اللي زم بريميس فيها وقالوا لي معناها نهار قبل مشاو المستشفى بتاع المدينة يتسلفوا ياخذوا في ستيلوات بيك، يعني بالحق تدخل حتى المركز بوليس امن تلقاهم ما عندهمش ورق الى اخره، الدوله تفقرت، واليوم قاعدين نعيشوا اساسا بالديون، وفي نفس الوقت الدخل نتاعنا ماهوش قاعد يزيد، يعني الفرق بين الدخل وارتفاع الدين يعني قاعد يكبر، وبالتالي هذا اسمه عنده حاجه وحيده هو العجز هي. على التسديد. واضح، هو موضوع المتابعه. شكرا لك فتحي شامخي نائب عن جبهه شعبيه على قبولك الدعوه بالهاتف. كابافان الكلمه ليك.